الحمد لله اليوم فزنا بهذه المباراة الفاصلة اللي كانت مصيرية اللي جازت فرح رياضية عالية ما فيهاش تجاوزات فيها ما فيهاش ما فيهاش عنف وما يخفى لكش موسم كامل كله تضحيات كله تضحيات وكل حاجة صار في هذا الموسم خليناها مورانا المقابلة هذه أعطتنا دفعة كبيرة أعطتنا كما نقولوا إحنا بين فرح وسكان مدينة الأربعاء وأنصار فايكينغ إحنا الحمد لله اللي بين يعني في فوق أرضية الميدان وبين أن يعني نستهل الصعود حقيقة نستهل الصعود كذلك ما بلا ما ننسى نشكر الأنصار اللي وقفوا معنا يعني طيلة المشوار مشوار الرياضي هذا كذلك المسيرين السلطات المحلية السلطات الولائية اللي وقفوا مع الفريق